السلام عليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموني فقوموا. الحديث، هل نقول إن السنة في القيام للصلاة عند رؤية الإمام أو عند قول المؤذن قد قام في الصلاة؟ صحيح أنه عند رؤية الإمام، صحيح أن القيام للصلاة عند رؤية الإمام، لأن الإمام قد يقيم لأن المؤذن قد يقيم والإمام لم يصل إلى مصلاه، فإذا رأى الإمام يقوم، إذا رأى الإمام يقوم.